الريحة جابت كل اللي بالبيت. بنات تحت لكم على محل بيجامات يجنن. خذي واحدة ثانية. أنا هذه بخليها للفوليومات ما تكفي كل شيء. طيب. هذه أكبر صح؟ صار جاهز بسكر عليه بس عشان خلاص غطى الخليط الحين عاد باح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله حياكم الله فيديو جديد من قناتي أنا أم وسن. شو أخباركم يا بنات؟ إن شاء الله تكونون طيبين. الحمد لله بشركم أنا طيبة، لكن عاد لابد تعرفون الكحة ما تطيع تروح، والبحة هذه بالصوت زادت تأخذ لها وقت لحد ما يرجع يعني الوضع. وعندي البيت كله اليوم. يلا دهنا دخلنا المعقلية، معقلية البرج رقم 3. ندخل نشوف العبايات. عاد العبايات عالم كبير. هذه مرة ثقيلة شتوية. ساعدتهم شيء؟ نظام السوق شعبي، بس ما شاء الله على اننا جايين مرة بكر، بس مرة السوق مليان. بس بوريكم شكله من فوق لكم مفتوح. هاي ذكريات. باخذ لي واحد. يلا خلصتي وسام؟ بس يلا حسب لي هذولي لافي. يلا اخذنا البقالة وطالعين. نوريكم الساحة. شوفي البوفيه هذا ايش حلوة. خلنا ندخل ادوات تجميل. شوف كل لقيت لي. لا انا بكحل. كل مكان اروح له اشتري منه كحل. اي وش به معقلية وسن، كله اشياء فيها اشياء اصلية. خلنا نشوف. طيب ما شاء الله كبير مرة المحل. عندهم أجهزة الشعر، قلبه مزيل المكياج. طب نفس سعره اللي بتشترونه من مخازن العناية ولا أرخص؟ لا مدري. ما تذكرين؟ مو بنتك اشتريتي زيه؟ لا اسمه أنا شريت اللي تعرفون القصين شعرهم مدرج، تخلونه فاليوم، فهو يعني اللي مدرج في خصل قصيرة، تاخذون الخصل القصيرة وتربطونها زي كذا أو للغرة. هذا أفضل. يطلع ملفف. إيه. مو بهذول اللي هن بس هذه وصل للشعر الطويل. هذه أنت خدتي ما تصلح. هذه اللي شعرهم مرة كثير طويل. هذه حلوة مناسبة لك. خلنا ناخذ هذه بعد. خذي واحدة ثانية. أنا هذه بخليها للفوليومات ما تكفي كل شيء. طيب. هذه أكبر صح؟ هذا محل جلابيات مرة حلو. حبيت الجلابيات. تبين ندخل وسن نشوف؟ ليش؟ خلنا نشوف الأسعار بس. حبيت هذا حلو. بحر هذا كم؟ 150. هذا بعد حلو المحل، في جلابيات حلوة. الصراحة عندي انهم مبالغين بالاسعار، يعني نحس ان معقلية مرة اسعارهم رخيصة. حبيت هذه البيجامة مرة حلوة. طيب أمسك عشان أقدر. بنات تحت لكم على محل بيجامات يجنن. شوف إيش حلو البيجامة. قطن قطن صح 100% واضح عليهم مرة. تبين؟ يا أهلا أهلا، شو أخباركم؟
طبعا راحتنا للمعيدلية كانت مرة قصيرة، أصلا كنا بس رايحين بنشوف محل معين، واللهم صل على محمد، ولقيناه مسكر. فما يعني ما يعني ما كانت الجولة مرة شاملة للمعيدلية، وأنا صراحة ما أروح لها كثير، يعني يمكن هذه ثاني مرة أروح لها. بس فجأت إن الأسعار نفسها يعني بالمحلات اللي موجودة عندنا يعني بالأسواق. فأنا أتوقع يعني إن بس المعقلية يعني كويسة للي بياخذون أشياء بالجملة زي البخور والعطور والزعفران والملابس عموما، مثلا اللي بيسوون مشاريع وكذا، أتوقع إنه أحسن لهم معقلية يعني يروحون ياخذون من هناك بالجملة. عاد وكنا نمشي كذا طحنا بهذا المحل عند بيجامات يا بنات تاخذ العقل، موظفة يعني في، كانت واحدة سعودية بس غريبة، يعني قلت لها مالك رقم، مالك انستغرام شيء، قالت لا مالي إلا هذا المحل. قلت أقول لكم عليه جنة ما شاء الله، والخامات كلها قطن قطن 100%. عاد أخذت أنا 4 بيجامات، أخذتها 100 ريال، واحدة لي واحدة روان، ثنتين أخذتهن الوسونة. خليني أوريكم أول حاجة بيجامة وسونة، هذه أول وحدة أخذتها وسونة، جنن، اللون حلو كذا فستقي على يعني مع أحمر، طلع مرة حلوة. عندنا طلعتهم الحين بيغسلهم عشان نبدأ نلبسهم، يعني تعرفون أريح البيجامات في البيت، القطنية تكون واسعة. أخذت هذا الموديل، وأخذت موديل ثاني حنوريكم إياه. أخذت هذا صراحة وسونة أول مرة تاخذ لون غامق. أخذت هذه بعد، هي هم يجون طقم 25 ريال، حسيت أنا بعدين كبرت المقاس شوي، بس ما في مشكلة يعني شيء للبيت أحسن يكون فضفاض واسع. هذه الثانية حقت وسونة، أنا هذه بجابتي، أنا أحب مرة هذا الموديل اللي يجيك مشجر شو اسمه ورد كذا صغير، مرة حبيت، جنن 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 الخامة صراحة. وهذه التيشيرت حقت البيجامة، شايفين ايش رايكم؟ مرة تجنن، عاد بروح اغسلها عشان على طول البسها بكرة. بس هذه كانت المشتريات اللي اخذتها من المعقلية، وهو سونا بعد اخذت لها كم حاجة كذا، مدري اشياء لفافات شعر وخرابيط، الله يصلحها. وبس هذا اللي كنت شريته من المعقلية، يعني حبيت اني اوريكم اياه. اهلا وسهلا، مساء الخير، شو اخباركم؟ بسوي قرصان، من زمان عن القرصان. نظفت الخضار، قطعتها كذا بشكل طولي، بعضها عاد لسه ما قطعتها. والقرصان انا اجيبه عندنا محل اسمه قوت، انا احب صراحة القرصان الرطب، ما احب القرصان الناشفة، ما تضبط معي، احب هذه الرطبة. أول حاجة أنا قمت سلقت اللحم للسلقة، خاصة مثلا القرصان بتطبخين خضار وكذا، فاللحم ياخذ وقت أكبر من الخضار، الخضار راح تذوب واللحمة لسه ما استوت، فأنا أحب إني أسلق الخضار، أسلق اللحم شوي بعدين عاد أسوي الخضار بالحالها، بعدين أقطع اللحم. أحب بعد نفس القرصان مثلا إني أشيل عنه أغلب العظم يعني، وأخلي الهبر بس. هنا زي ما قلت لكم اني طبعا سلقته، وراح اخذ المرق حقه واحطه للخضار. هنا عاد قلت خلاص ببدا اسوي كل شيء مع بعض. اول حاجه سويت، قطعت البصل، ويا حلو يا بنات تقطيع البصل بالمحضره صراحه يطلع لس يهبل، وقطع كله نفس الشيء، خاص زي كذا كشنه او شيء يطلع مره زين. عاد أقول لكم أنا هذه المحضرة تخيلوا يجي معاها قطاعات، وعندي أكثر من محضرة باقي عندي القطاعات حقاتهم، اللي يجيك تقطع الخيار تقطع مدري إيش، تخيلوا أنا ما أستخدمهم أبدا، ودي صراحة هالمرة أستخدمهم، بس لحد الآن ما جتني يعني فرصة أني أطلعهم وأستخدمهم لتقطيع الكوسة مثلا، ولا الجزر، ولا البطاطس، ودي مرة قطع أعواد أجرب. بس اني صراحة مرة انا اتصيعب اني اقدر افكك الجهاز واحط اركب واحط،
المهم أقول لكم هنا بنات خلاص بديت بكشن للخضار التشريبة يعني حقت القرصان، وبسوي بنفس الوقت الكشنة حقت القرصان اللي هي بصل وبسمنة ولومي أسود. قلت خلي أسويهم مع بعض. هنا عاد خلاص طلعت اللحم عشان أخذ المرق، واللحم راح أشيل عنه أغلب العظم اللي أحس إنه يعني لأني أنا عرفت شلون أبغى أسهل بالأكل، فراح أشيل أغلب العظم اللي باللحم. هنا أضفت للكشنة شوية زبدة تعطيها نكهة جدا لذيذة، حطيت بهارات مشكلة وحطيت كمون. أما الكشنة حقة القرصان اللي أحطها بين طبقات القرصان أضيف لها لومي أسود وأضيف لها مسمنة وبس يا بنات. هنا عاد حطيت المعجون الطماطم علشان عاد أضيف عليه مرق اللحم. نجي عاد للخضار. بصراحة أنا بالنسبة لي أكثر يعني الخضار اللي أفضلها للقرصان هي القرع والكوسة. يعني تعرفون يختلفون الناس كلهم ذوقه، في ناس يحطون بطاطس يحطون ذرة في ناس يحطون جزر، أنا بعد الجزر أحبه يعني صراحة اليوم أنا حطيت جزر، بس أنا أحس أهم المكونات للقرصان الجزر والكوسة والقرع، بس هذه الثلاث خضار أنا أحس أنها مهمة للقرصان أكثر شيء أنا أحبها يعني، وكلنا رأيها يعني تشوف يعني الناس كثيرين يحطون خضار ثانية. هنا حطيت ملح وراح أضيف زي ما قلت لكم الخضار، وبعدين راح أخليها تطبخ شوي، ما راح تأخذ وقت طويل لأن الخضار اليوم أنا جايبتها طازجة يعني، فإذا كانت طازجة ما تأخذ أكثر من 10 دقائق. وبعدين عاد بضيف لها اللحم، وبعدين عاد أبدأ أسوي القرصان. الكشنة تقريبا خلصت منها، هنا بس أضفت لها عاد آخر شيء بعد ما انحمس البصل أضفت لها اللومي الأسود وأضفت لها المسمنة، حركتها شوي وخلاص عاد بسكرها وخليها على جنب لحد عاد ما أجي أسوي القرصان. أنا أقول لكم عاد مرة أنا صراحة عيالي يحبون القرصان، بس أنا يعني ما فضله مرة لأن كثيرة أشياء يعني لازم تسوين كشنة وتسوين خضار وتسوين طبقات ومدري إيش، مو مثل زي المرقوق مثلا. مرقوق سهل مرة بس تكشنين تحطين لحمة وخضار وبعدين تحطين عليها القرصان سواء أنت مسويتها أو أنت الأول مطازيز يعني، وتجدعين القرصان عليه وبس وصلى الله وبارك. لكن القرصان صراحة شوي حس فيه صعوبة. هنا خلاص تقريبا استوت الخضار، بعدين أضفت عليها اللحم وخلاص بحركها شوي عشان لأني أنا عرفت اللحم ما أضفت لها أي شيء فبيه ياخذ النكهة حقت الملح والبهارات اللي حطتها على الخضار. نفس الشيء بخليه شوي بس ياخذ النكهة وبعدين خلاص ببدأ أسوي القرصان. هنا كنت بشوف الكوسة يعني هي اختبرها هي بدأت تستوي أو لا، لأن تعرفون الكوسة هي أكثر الخضار اللي تاخذ لها وقت يعني بالاستواي والجزر. أما بالنسبة للقرع لا القرع يسوي بسرعة. عاد أذكر أمي الله يحفظها كانت ما تحط القرع مع الخضار، تخليه آخر شيء عرفتوا، حنا عاد يعني ما نصبر يعني أول شيء تحط الكوسة وتحط الجزر لأنهم يحتاجون طبخ أكثر يعني يحطونهم قبل. هنا خلاص عاد بديت أسوي القرصان. القرصان هذا بنات مرة أنا يعني مرة ما أستغني عنه صراحة، دائما أجيب منه كميات وحطه في الفريزر، مرة ممتاز. بعدين طري يعني توه مسوى، أنا أشتري من محل عندنا هنا اسمه قوت، وشوف كثيرين بعد يجيبون من محلات يسوون قرصان ظهرهم سوق الخضار، ما أنا متأكدة صراحة، بس أذكر واحدة قالت لي إنها تجيبهم كميات ما شاء الله يقرص عند عين يعني على عينها وهي تشوف يعني، هي تقول أكمل كمية وكذا ويعطيها. هنا خلاص بديت أسوي الطبقات. طبعا بنات القرص الواحد يحتاج تقريبا مغرفتين إلى مغرفتين ونص من المرق، وبعدين أحط عليه شوية خضار وأحط عليه من الكشنة، وبعدين أجيب كذا شوكة أو سكينة ويعني أغرسها بالقرص، أشوف إذا كان ينغرس بسرعة معناتها أن كمية الموية مناسبة، إذا كان لا يعني باليالله ينغرس لا معناتها أنك تحتاجين شوية تزيدين موية
عرفتوا؟ لأن بعد القرصان يختلف، بعد القرصان يجيك متين فيحتاج شرب موية أكثر من القرصان اللي يجيك يعني رقيق. خلاص هنا خلاص سويت، حطيت كمية من الكوسة وكمية من المرق، وحطيت الكشنة اللي هي اللي سويتها قبل. في عد ناس بعد يحطون مثلا حمسة اللحم يحطونها الحال، ويحطون الخضار الحال، ويحطون الكشنة هذه الحال، ويعني بالتناوب عادي، يحطون مثلا قرص، يحطون مرق، يحطون كشنة، يحطون لحم كذا، عادوا كلنا طريقته. خلاص هنا عاد استمر يعني اسوي الطبقات لحد ما اخلص كل الكميه، وهنا قصرت عليه. انا عاد احب اخليه شوي كذا يمكن 10 دقائق بس عشان يتسبك، ولا اشوف بعض الناس لا يحطونه بالحافظه على طول او يحطونه بالقدر او شيء وما ما يطبخونه يعني، لانه ما يحتاج كل شيء مستوي. وبس حبيباتي هذه كانت وجبتنا اليوم، حبيت اشارككم اياها. القرصان صار جاهز، مسكر عليه بس عشان يعني يبرد شوي. هلا قاعد اجهز بسوي حلا. عاد البيض ما طلعته من بكر، فبحطه بمويه كذا شوي علشان يعني المفروض انه بحراره الغرفه. بخليه شوي لحد ما يجيب لي البقال الزبادي. خفقت البيض مع الفانيليا خلاص، بعدين بضيف له بضيف ربع الكوب أو نص الكوب كذا سكر وزيت، بضيفه وأرجع أخفق مرة ثانية. خلاص خلطت الخليط، الحين عاد بحط الزبادي ونخلط الدقيق، بس باقي اضيف البيكنج باودر. خلاص الحين جهزت كلش الدقيق ونخلطه، بس بدي احط عليه البيكنج باودر وهذا الخليط الزبادي. بحط تقريبا كذا ملعقه كبيره من البيكنج باودر. الحين عاد احلى فقره، إذا حسيت إنها ثقيلة شوي زيدوها حليب، أنا أحس إنها ثقيلة شوي بزيدها حليب. شوف القوام، خلاص هذا القوام اللي أنا أبغاه، جنن. خلاص جهزت الخليط، والحين بسوي البسكوت الكرانشي. كرانشي البسكوت، بكسر البسكوت. خلاص
الحين بحط عليه شوية زبدة. بحط ملعقة قرفة. باقي فيه حتى طيب يا لكن تزين بس عادي سوي لاني بسوي شاي. لا لا عادي نحط غيره. اخر حاجه الكريمه بخلطها بشويه مويه وبعدين بحطها على فهمتوا الدرس ولا ما فهمتوا؟ لا تنسى نسكافيه ملعقة نسكافيه. هذه كيكتنا خلصت، الريحة جابت كل اللي بالبيت. هذه قهوتنا، خلاص بنقعد نروق عاد الحين نشوف باقي الأشغال. صراحة تغيرت حياتي، عادي بالدرجة يعني بس أي درجة. هذي في المعلبات. هي طالعة بالتصوير كأنها محرقة بس هي لا ما حرقت لونها كذا جنن. جمال تهبل.